بغداد إكسبرس هو اسم مقهى تمتلكه أسرة عربية مهاجرة تعيش في بريطانيا. يتحول هذا المقهى إلى مسرح للصدام بين تطلعات جيلين واختلاف ثقافتين. رسالة إلى أختي للمخرج اللبناني سليم مراد هو خطاب مفتوح لفتاة تعيش داخل شخصية الراوي. لا محكي فيه صارت هي فيها تسمع له. تشاهدون هذا الفيلم على سينما بديلة.